قوله ويسمي وجوبا لأن التسمية عند الحنابلة واجبة سواء في الوضوء أو في الاغتسال، لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعلى مذهب أحمد تسمية واجب في الوضوء واجب في الغسل، قال وكذلك هنا تكون تسميته واجبة. والقول الثاني أو الرواية الثانية في مذهب أحمد هو قول جماهير أهل العلم أن التسمية سنة وليست واجبة، وهذا هو الصحيح أن التسمية سنة وليست واجبة. وأما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإنه حديث ضعيف لا يثبت. نعم.